ابن الجوزي. العالم المحدث جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي ولد في بغداد سنة 511 هجرية 1117 ميلادية. نشأ في أسرة غنية وبدأ رحلته في طلب العلم وهو صغير في السن. تميز بحدة الذكاء وسرعة البديهة، وتميز عن أقرانه بالنبوغ والمثابرة. له إسهامات كثيرة ومتميزة في جميع مجالات العلم. كتب بيده 200 مجلد في علم الحديث والتاريخ وعلم الفلك. كتب 300 مصنفا منها مصنفات علمية كثيرة في الحساب انتفع بها الناس على مر العصور والأزمان. كان له مجلس علم في بغداد كان يحضره 10,000 مستمع، وربما حضر عنده 100,000 في بعض الأوقات. توفي ابن الجوزي في بغداد 12 من شهر رمضان سنة 597 هجرية.